وبمناسبة بعدا ديال الرسول يعني دابا تخلي الشعب المغربي ديال ديك المسيرة الخضراء المضفرة، كنبغيو نقدموا أصالة نيابة عن رئيس نادي الرجاء الرياضي وجميع الفعاليات الرجاوية. أنا التهنئة لصاحب الجلالة. فيما يخص الديربي، لأن كنقول أنا مهم منين جينا حنا كمكتب مدير، دابا جوج ديال الماتشات اللي لعبنا ماتش ديال واتزم ولعبنا ماتش دابا ديال الديربي. الماتش ديال واتزم كان ضربة جزاء، العالم كله عرفها ضربة جزاء، الا داك الحكم بان لي ان ماشي ضربه جزاء، مشاو لينا جوج ديال النقاط. والغريب في الامر هو ان داك الماتش كنا غنهزمو فيه، لان هذيك ضربه جزاء تبعاتها واحد العمليه اللي كانت غتعطينا هدف ديال واتزم. فلا يعقل بان الحكم كيكون مؤثر. ولحد الان درنا واحد البلاغ، جينا للديربي، الديربي لاعبينه، الحكم اللي كاين اليوم مع احتراماتي ليه هو انه كتنقصو واحد شويه ديال الجرأه، لانه كون كانت عنده شويه ديال الجرأه غيعطي الجبران، غيعطيه بطاقة صفراء ثانية وغيعطيه بطاقة حمراء. غتلعب مع الوداد ب 10 ماشي غتلعب مع 11، زائد أن كان واحد الضربة ديال الخطأ ولا ما عطاناش كاع ضربة جزاء ديال الضاري مع حميد أحداد، يعطينا غير ضربة خطأ اللي كانت على الخط. فكنظن أن حنا الاستحواذ كان 68%، اللعابة كانت واحد الروح قتالية. أنا اللي كنطلب من المديرية المركزية للتحكيم هو أن تعطينا تقارير على هذه الحالات نعرفهم حنا كنادي الرجاء الرياضي، لأن لا يعقل كنجيو حنا اللعابة سيمانة وهم مكرفسين كيترينيو خدامين، كيجي حكام ما كتكونش عنده الجرأة أنه يعطي بطاقة صفراء اللي غديك، لأن غنلعبوا مع الوداد العشرة كنا غنربحوا، ولكن غنربحوا شكون واضحين. اليوم عاوتاني ضاعت لنا جوج نقاط، نهار واتزم ضاعت لنا جوج نقاط. لا يعقل هاد الحكم اليوم ما عرفتش مناش خايف، ما عرفتش شكون يخايف، واش خايف من شي واحد ما عرفتش، باش ما تصفرش. ما كنقولش انه مستهدفه، ولكن على المديريه المركزيه للتحكيم عندها واحد العمل، لان حنا راه كنجيو راه اسبوع حنا كنوجدوا اسبوع، وكيجي حكم باش غيعطي اللاعب بطاقه حمراء نتيجة واحد التدخل لا واحد التهور، هو خايف من شي حاجة ما عرفناهاش. زائد أن عاوتاني ديما حنا الوداد كنلعبوا قبل منا، راه من نهار بدات هاد البطولة ما عمرنا لعبنا حنا قدام الوداد، كنلعبوا حنا تيشوفونا شنو درنا عاد كنبرمجوا. الله يرحم بها الوالدين، حنا بغينا راه تاش كنقولوا حنا ماشي عندنا حنا مشكل مع التحكيم ولا مع العصبة ولا مع البرمجة، حنا بغينا تكون واحد التكافؤ ديال الفرص. حنا كنلعبوا كرة القدم، جميع الفرق أنها كتهيئ، ولكن ملي كتجي نهار ديال الماتش كيجي حكام بواحد القرار اللي هو مؤثر كيحرمك بضربة جزاء ولا بواحد القرار ولا بواحد الخوف ما عرفتش منين انه كيجي وكيغير المسار ديال المقابله. ولكن بغيت نقول بان عندنا رجال، هنيئا بهذا الرجال تقاتلوا، وكنا كنتمنى اننا كمكتب مديري اول ديربيني ننتصروا، ولكن انا كنقول الجماهير الرجاويه ثقوا فينا كمكتب مديري، كنوعدهم بان غيكونوا انتدابات في المستوى، غيكون انتداب اللي غيجي غيحمل القميص ديال نادي الرجاء الرياضي، انه خاص يجي يعطي الاضافه لهاد اللاعبين، لان عندنا لاعبين ولاد المدرسه ولا اللاعبين ديالنا المحليين كيتقاتلوا، فبالاحرى انه خاصنا نجيبوا واحد جانب ولا اللاعب الاجنبي يكون في المستوى. فكنظن باننا حنا ولا المكتب المسير باننا منكبين، الرئيس راه من نهار التولي ديالو خدام على الانتدابات، حنا عارفين كمكتب مسير. انا كنبغي نعطي الاطمئنان للجماهير بان نادي الرجاء الرياضي من الان فصاعدا الاجنبي اللي غيجي خصو توفر فيه الشروط انه يعطي الاضافه وما يجيش يكون عال على لاعب لا من الناحيه الماديه ولا الفنيه على الفريق.